مساء الخير، رمضان كريم. اليوم غنتكلم لكم على كيفية الحفاظ على صحة الفم والأسنان خلال شهر رمضان. خلال هذا الشهر الفضيل وبفعل الصيام كيكون عندنا واحد الجفاف ديال الفم. هذا الجفاف كيكون ناتج على قلة اللعاب. اللعاب كيلعب واحد الدور مهم في تنظيف ديال الأسنان، فعل المكونات ديالو. زيادة على ذلك يكون عندنا واحد التغير في النمط الغذائي، بحيث ان الناس كياكلوا اكثر من السكريات، من الدهنيات، من المشروبات الحامضيه، وهذا الشيء كله كيزيد في التركيز ديال البقايا ديال الاطعمه من بين الاسنان اللي كتعطينا واحد التنامي ديال البكتيريات اللي غادي تعطي واحد الافرازات حامضيه اللي غادي تاثر سلبيا على الاسنان، على اللثه وعلى الفم بصفه عامه. اول نصيحتي اننا ما خصناش نتهاونوا في الشهر عن تنظيف الاسنان. تنظيف الاسنان مهم بزاف، وخاصنا ننظفوا على الاقل واحد جوج مرات من بعد في النهار، يعني من بعد فطور ومن بعد السحور. التنظيف كيكون لمده 3 دقائق. كنستعمل واحد الطريقه سليمه اللي كنقولها واحد الطريقه دائريه. كناخذوا فرشات وكنديروا حركات دائريه من الاحمر الابيض. الاحمر هي اللثه والابيض هي السنه. كنستعملوا فرشات جديده ما تفوتش 3 اشهر في الاقدميه ديالها. نستعملوا الخيط ديال الاسنان اللي باش نقيو ما بين الاسنان ديالنا. نستعملوا لي بروسي دونتير اللي مهمين بزاف، وحتى نستعملوا حتى داك